طبعا قبل الفاصل تكلمنا عن فيتامين د اللي يلقب بفيتامين أشعة الشمس، لأن الشمس هي أحد المصادر الأساسية اللي تمدنا فيه، وبالإضافة للشمس نقدر نحصل على هذه الفيتامينات من خلال الأطعمة، العصائر مثل البرتقال وحليب الصويا. خلينا نتابع هذا التقرير اللي نعرف عنه أكثر عن فيتامين د ونرجع لكم. فيتامين الشمس وأيضا المعروف بفيتامين د ضروري لبناء عظام صحية والحفاظ عليها. الكالسيوم هو المكون الأساسي للعظام، ولا يمكن أن يمتصه الجسم إلا بوجود تراكيز عالية من فيتامين د. ويصنع فيتامين د في الجسم عندما تحول أشعة الشمس المباشرة إلى مادة كيميائية في خلايانا المعروفة باسم كالسيفرول. فيتامين د لا يوجد في العديد من الأطعمة، ولكن يمكنك الحصول عليه من اللبن المعزز والحبوب المشبعة والأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل والسردين. هذا وتعتمد كمية فيتامين د التي يصنعها الجلد على العديد من العوامل، بما في ذلك الوقت من اليوم والموسم والمكان الذي تعيش فيه ودرجة تصبغ الجلد ونمط حياة صحي. للحديث أكثر عن فيتامين د وأهميته في حياتنا معنا اليوم دكتورة ميس مقيد، أستاذ الصحة والعلوم الحيوية في الجامعة الأمريكية في دبي. صباح الخير دكتورة، وأهلا وسهلا فيكي. شكرا. أول شيء دكتورة، لو نتعرف أكثر أبرز أعراض نقص الفيتامين د. الفيتامين د مركب عضوي مهم لكل أعضاء الجسم، لذلك لما بيصير فيه نقص بنلاحظ إنه الإنسان تصيبوا أعراض مثل سقوط الشعر، مثل الوهن، الضعف الشديد، مثل الاكتئاب، الخمول يعني. الخمول لا، مش الخمول، إنه الكسل، الوهن، نفسي ضعف، حتى بحسوه بالعظام وبالعضلات، ما فيهم يقوموا. حتى يعني بيصير معهم مثل ديبريشن أو اكتئاب. بتلاقي إنه غير مقبلين، ممكن بعض الناس تلقي شهيتهم، حتى غير مقبلين على الحياة، بحسهم كلهم تعبانين. وأكثر شيء كمان ملاحظ إنه بيصيبهم نزلات بردية كتير، لأنه يعني مناعتهم يمرضوا بسرعة. عفارم عليك. نعم. دكتور، أنت كمان ذكرتي أنه مو بس يأثر على الوظائف الحيوية، ولكن كمان نقصه ممكن يأثر على الصحة النفسية، وذكرتي أنت الاكتئاب، فكيف ممكن فعلا يأثر على نفسيتنا ومزاجنا؟ دراسات بتورجي أنه هناك ارتباط بنقص فيتامين د مع بعض الأمراض النفسية والعصبية. فمثلا الأمراض النفسية في عندك شغلات مثل الاكتئاب، مثل بايبولر ديس اوردر، مثل سكيزوفرينيا. فلاحظ انه الناس اللي عندهم نقص في الفيتامين عرضه اكثر لهذه الامراض، يعني مقابل الناس اللي عندهم كميات مناسبه في الدم. بالنسبه لامراض العصبيه كمان بنلاقي انه بامراض مثل الزهايمرز، مثل الباركنسونز، وحتى الامور المتعلقه ب دماغ خطير يعني بالدماغ. مثلا الناس اللي عندهم نقص بيكون ما عندهم تركيز كافي. الناس اللي عندهم نقص بتلاقي انه ذاكرتهم مش مثل ذاكره الشخص اللي عنده الفيتامين كامل في الدم. فلذلك كثير مهم للحاله النفسيه وللحاله الجسم ايضا. يعني يلاحظ انه الناس اللي بيتعرضوا للشمس بكون عنده فيتامين د مناسب وعالي، بكونوا ناس سعيدين، لانه الفيتامين ايضا والتعرض للشمس بيساعدك على انك تكوني سيروتونين. سيروتونين هو الهابي هرمون. أيه. الهرمون السعاده بخليك تكوني دائما دؤوبه على العالم ونشيطه ومتوجهه للعالم. كمان له علاقه بكميات الدوبامين، يعني هي علاقة غير مباشرة. ولكن مثل ما قلت لك، إذا كان في نقص فللأسف بيتعرض الإنسان لعوارض كثيرة نفسية وعصبية وكمان جسمية. طب دكتور، أنت ذكرتي أنه يمكن واحدة من الأسباب أنه عدم التعرض للشمس. نعم. لكن في كمان يعني بنتنبه إحنا من الشمس أنه مثلا نحرق البشرة، حتى تجميليا يقول لك لا تتعرضي أبدا للشمس. فإيش هو الوقت المناسب؟ قد إيش أنا لازم أطلع للشمس عشان أقدر أحصل على الفيتامين د؟ لا للأسف أنا بقول لا تعرضوا للشمس، بس مو موضوع تشميس وأحرق نفسي. ايوه عفوا عليك، حكيتي صح، انه هو انت تعرض الشمس لازم يكون نون بيرنينج سان اكسبوجر، يعني ما تكوني حرقتي نفسك. ولكن تعرض للشمس تقريبا من نص ساعه لحتى 3 ساعات في اليوم ممكن، وخصوصا اذا كان على فترات متقطعه. افضل الاوقات انك تطلعي هلا الوقت اللي احنا عم نحكي فيه، يعني من حوالي الساعه 10 11 لوقت العصر 3 4، بكون الشمس حاميه وفيها الالترا فايلت لايت اللي هي الاشعه فوق بنفسجيه باء، هي احسن وحده لحتى تساعدك في انك تعمي فيتامين د. لكن اذا كنتي من الناس اللي بيحبوا يبتعدوا عن الشمس مثلا،
فيكي تطلعي الصبح بعد الفجر، ممكن الشمس حلوة، في ناس بتطلع على الحديقة على البحر وما شابه، وكمان قبل الغروب. هي فيها أشعة UVA UVC ممكن واحد يكون فيها فيتامين د، لكن الكمية تقريبا النصف إلى الربع تقريبا. أفضل كمية هلأ ممكن تعمي حتى إلى حد يعني 20,000 وحدة عالمية من فيتامين د اللي بتكفيك يومياً، وبتزيد كمان يعني، فهذا رائع. دكتور، يمكن إحنا تكلمنا عن أعراض نقص الفيتامين، لكن الست لما تشوف هذه الأعراض كيف تعرف تفرق بينها بين إنه هي بس اليوم صحيت أنا مزاجي مو كويس، ولا لا أنا من جد عندي نقص فيتامين وأشوف دكتور؟ عفارم، فكرة مناسبة، إنه كمان الوهن والضعف ممكن يكون عندك نقص حديد مثلاً أو أي شيء مكونات ثانية، أو فعلاً يكون ممكن يكون سبب أي شيء ثاني يعني. لكن أكيد في فرق يعني، مثلاً عم بقول لك تساقط شعر، في فرق وملحوظ بين الاثنين. بتزيد الالتهابات بالجسم كمان، في كتير شغلات يعني. هو أكيد الشيء الدقيق إنك تروحي تعملي فحص دم وتشوفي إنه إذا النسبة صحيحة ولا فيها نقص، وهذا هي الشيء القاطع إن أنت معك نقص، أو مثلا بتفرقي عن عوارض أمراض أو نقص تاني فيتامينات أخرى أو معادل إلى آخره، فلا لازم تحليل دم. طب ذكرتي أمراض دكتورة في بالنسبة لمرض التصلب اللويحي وأيضا السرطان. يمكن كثير من الحملات تركز إنه فكرة الفيتامين تساعد على الوقاية من هذه الأمراض. يعني بصراحة أنا أقول لك مو بس المالتيبل سكليروسيس، التصلب اللويحي أو السرطان، أنا أقول لك كمان معهم السمنة ومعهم السكر، يعني هي بتدقيق كتير من شرور السمنة، بتخفف الفيتامين دا، بيخفف الالتهاب بالجسم اللي بيحصل بسبب السمنة المفرطة. السكر بيساعد على فرز الإنسولين، بيساعد على تخفيف السكر في الدم، فبيساعد امتصاصه بالعضل وباقي الأعضاء. بالنسبة للسرطان بيمنع prevention، بيمنع حوالي 19 نوع سرطان. حتى لما أنت يعني لا سمح الله وبعيد الشر عن كل الناس، حتى لما شخص معه سرطان أو خلايا سرطانية، هو الفيتامين دال بيساعد على عمليتين تنظيف في الجسم، هي واحدة اسمها apoptosis، وهي عملية طبيعية للجسم حيث أن تتخلص من الخلايا اللي الخربانة أوكي، أو اللي فيها مثلا مشاكل بالدي إن إيه، فيها أكسدة، هي ممكن تساعد فيتامين دي، بيحفز على هذا، وبيحفز على عملية تنظيف أخرى للجهاز المناعي اسمه أوتوفاجي، اللي بينظف كل شيء قديم وخربان بالجسم، وهذا عملية متكررة. فبالسرطان مثلا بنمنع حدوث او بنخفف من سبب حدوث، هي الارتباط انه اذا اخذتي فيتامين د وكان الكميه مناسبه عندك بالدم، فبتخففي انت اقل عرضه من الاصابه ب 19 نوع سرطان. واو. في الجسم. والله شيء خطير دكتوره. يعني انا اشوف انه الناس اوقات تستهون فيه يعني، حتى تمزح انه عندي نقص فيتامين، ايوه اخذت اليوم اخذت بكره يعني كذا، ما هو ما ياخذوا الموضوع بجديه. طب دكتور ايش علاقته بقدره اجسامنا لامتصاص الكالسيوم؟ لا، هو نحن اول ما بلشنا نعرف عن خواصه وعرفنا انه هو الفيتامين المهم، في انه من الاكل بتاكليه بيمتص الجسم الكالسيوم من الامعاء، وبعدين نفس الفيتامين هو اللي بيساعد على تمثيل الكالسيوم في العظام حتى يصير عندك عظام قويه، ان كان ولد صغير بتقوى عظامه، وان كان شخص كبير بيصير السكلتن قوي يعني العظم قوي. هذا لذلك دائما احنا بنعرف انه هو اول شيء عرفنا عنه انه كان يركز نسبه الكالسيوم بالدم، ولكن هلا صرنا نعرف انه هو مفيد لكل جهاز عندك وكل اعضاء عندك وانسجه بالجسم. دكتور يمكن في ناس حتتحمس شويتين وتقول لك خلاص انا اخذ الفيتامين د كوقايه او حمايه، ويمكن اخذه بزياده، هل ممكن ياثر على جسمها سلبيا لو كان في زياده في فيتامين د؟ لا، هي يعني زياده كثير صعب توصلي لها الا اذا اخذت كثير كثير حبوب عن قصد. ايوه. تعرض الشمس اليومي حوالي نص ساعه، ربع ساعه، نص ساعه، حسب دكنه، حسب البشره داكنه ولا كاشفه، بيعطيك حوالي 20,000، وهذا upper limit ومسموح فيه وما بصلك شيء. يعني التوكسيستي ليفل اليومي ما بتوصل إلا ل 300,000 وحدة، والتوكسيستي ليفل على الجرعات العالية لبعد شهرين ثلاثة على 50,000 يوميا. أوه، مشوار يعني. هي للأسف شيء مبالغ فيه، فلذلك أنا بقول لكم طلعوا لبرة، تعرضوا للشمس، للهواء، إلى آخره، يعني هاي كلها في ميزات كيميائية داخل الجسم بتساعد على سلامة الجسم وعلى صحته. دكتور بس عشان بس نتكلم عن القطع، ما يمكن في كثير جاتنا تغريدات. في ناس ذكروا تونة، في ناس قالوا حليب. ايش هي الأطعمة اللي لازم نحتاجنا كلها لو في ناس عندهم مره نقص في الفيتامين د؟ شوفي، الشمس بيعطيك 90%، بس اذا ما بتطلعي على الشمس مثلا قاعده بمكتب بتمشي طويل لاخره، بتاكلي اكلات، الاكل بيعطيك حوالي 10%. الاسماك بانواعها، زيت السمك طبعا، هلا اصبح وهي شيء من قبل مدعم كثير من الأطعمة، الحليب، الاورنج جوس، المارجرين، الزبده، كل منتجات الالبان مدعمه فيها، وخصوصا اذا كان دسمها اعلى هذا افضل، لانه يعني كل ما نسختي الدسم
مثلا يمكن ما نسختي فيتامينين من الحليب مثلا مشتقاته، نسختي يعني خففتي الفيتامين دي وفيتامين اي، فالافضل انه تاخذوا كامل الدسم يعني كله 2 جرام تفرق بال 100 ملي ما بتفرق كثير. فأي هدول الأكلات هلأ صاروا يدعموا، يعني هي شو الأكلات اللي تدعم؟ الأكلات اللي دارجة لحتى كل شعب بيأكلها، شو هي مثلاً الكورن فليكس الرقائق القمح، بيدعموا الأورنجوس لأنه يعني كل الناس يا بتشرب يا حليب يا عصير، بيدعموا الزبدة لأنه يعني معظم الناس تأخذ يا زبدة، هالأشياء بيدعموها، فهدول ممكن تأكلهم. في أكلات نباتية ولكن ورجى الأبحاث أنه هاي الأكلات النباتية بتعطيك فيتامين دي 2 ما بيستقب الجسم بطريقة صح، فلازم لك أنت الفيتامين دي 3 من منتجات حيوانية اللي هي مثل السمك والألبان والبيض وما شبهه، هذا الأفضل. شكرا. أو إذا لا بدك تاخدي الكابسولز أو الحبايات، أو في ناس يمكن توصل لمرحلة إبر دكتورة، أي بس يعني أنا ناس قليل يعني. أنا شوفي الأبحاث بتورجي أحسن تاخدي يومي أو أسبوعي مش شهري، اللي بياخدوا الإبر عادة بيكون مدة أطول. يعني أنا بنصح كل الناس خصوصا ان احنا عندنا يعني السمنه مفرطه بعض الشيء في بعض الشعوب، والشمس دائما موجوده طول السنه عندنا صحيح، بس بيكون اسمن الدهن بيمتص الفيتامين د من الدم فما بيكون له نفس الفعاليه، يعني انت بتعتدي انه ممكن تاكلي بس ما بيكون عندك النسبه المركزه عند الاعضاء او الانسجه المناسب، فانت بدك حوالي 1000 ل 5000 يوميا اوكي من الفيتامين د اذا قررت انك تاخذي حب مثلا ما بتاكلي سمك او اذا عندك حساسيه او شيء. يعطيك العافيه دكتوره ميس بقيد استاذ الصحه والعلوم الحيويه في الجامعه الامريكيه في دبي، شكرا لك على تواجدك معنا اليوم.